في النور الحقيقة تبان. مشاهدين أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية في النور. بيشرفني وجود أستاذ نبيل شرف الدين كاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا بك أستاذ إيهاب، وكل سنة وحضراتك وكل المشاهدين بخير. يعني بداية عايز أتكلم حضرتك عن زيارة وزير الخارجية المصري سيادة السفير سامح شكري لإثيوبيا ولقائه برئيس الوزراء الإثيوبي، واقتراح مصر أنه البنك الدولي يدخل طرف محايد فني في المفاوضات الفنية، ووعد رئيس الوزراء الإثيوبي بدراسة المقترح والرد في أقرب فرصة، ووعد وزير الخارجية المصري بعرض الاقتراح على السودان، شمال السودان شمال السودان خلال الأيام القليلة القادمة، بحيث يحصل التوافق اللي كان مكتوب في إعلان المبادئ. يعني هذه الخطوة طبعا أبلغهم استيائنا وانه اعلان المبادئ ما اتعملش بيه، ولازم احنا نكون موافقين على فتره الملء وسعه التخزين والحاجات دي كلها. والله في البدايه عايز اقول لحضرتك ان احنا قدام واحد من اهم الاختبارات للقياده السياسيه المصريه في مساله سد النهضه. احنا بنعاني من ازمات كتير اقتصاديه، امنيه، سياسيه، الخ الخ الخ، والشعب متحمل وصابر. والدكتور اللي كان موجود في الفقرة اللي فاتت يعني وجع قلبي، يعني معاش أي مهني في الدولة أيا كانت مهنته 1500 جنيه باينة أو 1200 جنيه أيا كان بيشتغل إيه، دكتور، مهندس، صحفي، أي حاجة، هم 1200 جنيه. تخيل حضرتك، دي حاجة. الحاجة التانية إن أنا قدام قضية حياة أو موت، ده النيل، وإنت كل مشروعاتك التنموية اللي إنت بتتكلم عنها يا قيادة يا سياسية، كل مشروعاتك قايمة على فكرة إن إنت عندك حصة مفروض إنها ما تعرضش لأي خلل. لا، مشكلة كمان ان كل واحد عامل قانون فيه زيادة اعباء يقولك مش هيتطبق الا في شهر 7 اللي جاي، على اساس الانتخابات الرئاسية تكون عدت، وبعد كده تلاقي بقى غلاء في خدمات التأمين الصحي، تلاقي تذكرة المترو بقت بخمسة جنيه، تلاقي كل الاسعار، زيادات البنزين، كله مرحل لما بعد شهر 6. ما هو يعني احنا هنا رجعنا تاني للعبة استحلاء السلطة، ان انت تستحلى السلطة. احنا ما كانش ده العشاء. لا، هو انا عايز اقول اكتر من كده. لا اسمح لي استاذ نبيل، انا بتكلم على قرارات من قوانين بتصدر من السادة الوزراء. انا بقى على كلام حضرتك. لا معلش، انا بتكلم على السادة الوزراء، مش بتكلم على القيادة السياسية يا فندم. القيادة السياسية صرحت بشكل صريح قبل كده وقالت اذا كانت مسألة سد النهضة بالنسبة لهم تنمية، فهي بالنسبة لنا مسألة حياة او موت. وبرضه بطلب من حضرتك تحليل لهذه الجملة يا فندم. انا لا اعتد ولا أرى أن أي من وزراء الحكومة يملك قراره في وزارته بشكل كامل ودون تدخل من رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة والأجهزة السيادية في الدولة. كل الوزراء بيقولوا الكلام ده، وفي شخصيات كتير في تشكيلات وزارية اعتذرت علشان عارفة إن صلاحياته وسلطاته محدودة ومرهونة برضا رئيس الحكومة ومن ثم القيادة السياسية. أنا ما أقدرش أعفي المسؤولية السياسية عن القيادة السياسية. في حاجة اسمها المسؤولية السياسية يا أستاذ إيهاب. أنا مش بلوم، لا، ده أنا ببلع مراراتي دي لسبب إن أنا اخترت، واللي اختار عليه إنه يدفع ثمن اختياراته في الحياة. احنا اخترنا وعلينا ان احنا ندفع الفواتير الاختيار دي الى ان يقضي الله امرا. ما لا عرفتش. انا مش فاهم حضرتك، يعني بتلمح لايه ان يقضي الله امرا؟ لأن يعني حد كل المحللين في الدولة، اديني فرصة بس، كل المحللين في الدولة بيشوفوا انه اداء السيد الرئيس في خلال الاربع سنوات اللي فاتوا اداء ممتاز، وانه المشاريع اللي تم افتتاحها في مصر دي عملت نقلة نوعية، وانه مفيش تمسك بالسلطة ولا استحلاء للسلطة،
زي ما حضرتك تفضلت، فانا عايز اعرف يعني، وده رايك طبعا انا بحترمه، بس عايز اعرف يعني ايه رايك. طيب ايه راي حضرتك انك انت دلوقتي تقول لي كل القوانين مترحله لما بعد الانتخابات، ثم ترجع تقول لي لا مفيش؟ لا عشان احنا تعودنا على كده. هو قبل كده كان في عبد الفتاح السيسي لما 60 سنه وبعد لما يكون في انتخابات رئاسه. طب احنا كنا بنغير مبارك ليه؟ لا ده موضوع تاني يا استاذ نبيل. احنا غيرنا مبارك لانه فرض علينا تغيير مبارك، احنا مش في مقارنه ما بين مبارك وعبد الفتاح السيسي. انا ما بقارنش، بس حضرتك بتقول ان قبل كده كان بيحصل كذا وكذا وكذا، ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ما هو في مستويات للتغيير. انت عندك مستوى لرئيس الدوله وعندك مستويات تحت. ما هو رئيس الدوله في الوقت اللي كان بيفتتح فيه كوبري الشهيد ابانوب جرجس كان في ناس تانية من طيور الظلام كانت بتتآمر على تخريب كنيسه وعلى تلفيق الحكايه بحيث انها تبان اعتداء على منزل، وهو ده التكييف القضيه. يا فندم ما تخلطش القضايا الامنيه بالمسائل السياسيه. يعني ايه؟ يعني اللي انت بتقول عليه ده مشكله ازمه امنيه. طب ما الأزمة الأمنية ممكن برضو حد يحملها لرئيس الدولة. طيب لا، ما هو وزير الداخلية اللي سلسلة الأزمات الأمنية المتعاقبة دي كلها وراه ليه ما تحاسبش؟ حسن الألفي أقيل على الهوى مباشرة. طب ليه في رأي حضرتك ليه ما تحاسبش؟ ما أعرفش، اسأل القيادة السياسية. طب يبقى اذا اللي انا بقوله مظبوط، يبقى حضرتك ثانيه واحده يا فندم، حضرتك انا طرحت قدامك المشكله، مش عايز تديني فرصه اكمل وجهه نظري. لا ما هو وجهه نظرك، ما انت دلوقتي انا لما طرحت لك قضيه الكنيسه بتاعت قطفيح قلت لي دي قضيه امنيه ما نخرطهاش بالقضايا السياسيه، رجعت بعدها بجمله قلت لي المسؤول عن عدم محاسبه وزير الداخليه هو القياده السياسيه، يبقى اذا انا بخلط ايه؟ طب ما هو ده نفس المعون. ما هو نفس المعون ونفس القرار ونفس الخيار. تمام، يبقى انا دلوقتي انا قدام حاله من الضبابيه، انا مش عارف دلوقتي اتكلم مع مين في البلد دي، اتكلم مع الحكومه بيقول لي انا سلطتي محدوده وانا صحفي وبقابل كل الوزراء اللي في البلد وكلهم بيهمسوا لنا كده في ودننا احنا سلطتنا، ما تفتكرش ان احنا نمتلك قرارنا بالكامل حتى وزراء سياديين، واخد بال حضرتك؟ تاني حاجة خلينا نرجع للموضوع بتاع سد النهضة. اتفضل. سؤالك الأساسي. اتفضل. علشان مش إيه، أنا مش عايز أقعد أتكلم كتير في المسائل المسؤولية السياسية. اتفضل. دي مسألة أنا حاسبها للمواطن العادي يقول كلمته فيها. تمام. خلينا نرجع للنقطة بتاعة البنك الدولي بالتاريخ. طبعًا. أولًا المتغطي بالبنك الدولي عريان. مفيش دولة عارفة طريق البنك الدولي إلا والخراب لحقها. كل الدول اللي لجأت للبنك الدولي سواء للاقتراض أو للغطاء السياسي أو للتسوية السياسية، فأعلم أنك أنت استنفذت كل فرصك. أنا كنت متوقع أن الزيارة دي مش يقوم بها وزير الخارجية، كنت متوقع أن مدير المخابرات العامة يروح يحمل رسالة شديدة اللهجة لأن دي حياة أو موت. لكن انا شايف معنى التلويح بعمل عسكري يعني عشان برضه يبقى واضحين. ايا كان الامر يعني. بقى ايا كان ما يعني ما لما يروح مدير المخابرات هيبقى هيروح يبلغه ان احنا يعني بالتاكيد يعني مش هنقعد نجوع ونحط ايدينا على خدنا. طيب استاذن حضرتك بس معايا تليفون استاذ محمد سامي رئيس قسم الحوادث بوكاله اونا الاخباريه. مساء الخير يا استاذ محمد. الو استاذ محمد. الو يا استاذ محمد، لو جنبك تلفزيون وطيه على الاخر الله يخليك. ازي حضرتك يا فندم عامل ايه؟ الحمد لله. التلفزيون بس عشان انا سامع نفسي. انا كنت بوطي التلفزيون. اتفضل يا فندم. انا بحضرتك يا فندم. اتفضل. بس حضرتك وبس على الساده المشاهدين. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك. حضرتك سامعني كويس يا فندم؟ سامعك من الاول. حضرتك كنت عايز تعلق على قرار وزير التخطيط. انا كنت النهارده عايزين يعني من الاخبار الايجابيه للنهارده نفس صوت اللي يقولوا ان الحكومه وهتقلص الجهاز الاداري للدوله والبنك الدولي وهيمشوا 5 مليون موظف من 6 مليون والكلام اللي تردد عن الاشاعات. لا، لكن قانون الخدمه المدنيه لما جه احنا قلنا يا جماعه ان القانون ده جاي ينظم العمل في الجهاز الاداري للدوله المترهل منذ سنوات والتعليقات لكاد الواسطه. فاحنا النهارده عندنا خبر حلو كويس جدا، احنا عارفينه من شهر وقلنا عليه ان في شهر 1 وشهر 7 من كل عام الحكومه هتعلن عن مسابقه كبرى لتعيين الاماكن الفاضيه، كل جهه حكوميه هتطلع، وزاره التربيه والتعليم هتطلع تقول انا عندي عدد في 22,000 مدرس في تخصصات
كذا وكذا وكذا وكذا، وعندي عجز في الاداريين وعندي عجز في العمال، هكذا على كل الوزارات. بس في تكدس يا استاذ محمد. التخطيط. طيب. يتم فتح يا استاذ محمد. طيب ما استاذ محمد ليا سؤال. اتفضل. انت 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 حضرتك مش عارف ان في تكدس وعماله زايده في معظم الجهاز الاداري للدوله؟ يا فندم في تكدس في بعض المصالح، لكن انا اقول لحضرتك ان وزاره التربيه والتعليم عندها عجز 17,000 معلم في تخصصات مختلفه، لدرجه ان المعلم الخبير اللي المفترض حصته في التدريب 12 حصه شايل 20 و22 حصه. طب ما يعينوا الناس اللي وزاره التربيه والتعليم عندها عقود يا استاذ محمد، يعينوا الناس المتعاقدين دول لدرجه ان مجالس الامناء في المدارس تعاقدت مع عمال فعلهم من جيبهم عشان خاطر سد العجز، ودي هي المفاجاه. عشان كده اهميه قانون الخدمه المدنيه، اهميه قانون الخدمه المدنيه ان هو هينشن على الاماكن اللي فيها عجز. طب مش الاولى ان احنا نعين المدرسين في حضرتك طالما هو بيتم ويتم شغل هذه المناطق؟ ما تجيبنيش بقى حضرتك في سكه ثانيه وتقول لي ده في ترهل. اه في ترهل في وزاره الزراعه وفي موظفين في وزاره الزراعه، في ترهل مش عارف في وزاره ايه، انما احنا بنتكلم ان في وزارات بتعاني عجز زي الشغل العقاري، زي مصلحه الضرايب، زي عجز معين هيتم. المكان ده محتاج موظف هنشغله بموظف، المكان ده محتاج عامل هنشغله بعامل. طيب استاذ محمد، استاذ محمد هنشغله بمحاسب. اسمعني يا استاذ محمد، مش اولى ان احنا نعين المدرسين من وزير ويجيب بيها شغل حتى قريبه بالعقد او باللوميه وبعدين يقول لك انا عايز اتثبت؟ ده مش هيحصل في الجهاز الاداري للدوله. طيب بقول لحضرتك ان المسابقه اللي جايه دي على الاقل هتسال عن 50,000 فرصه عمل، كم عددها في شهر 7؟ لكن الحكومه لمزيد من الدراسه للهيكل الاداري وتمويل تلك الوظائف هيتم الاعلان عنها في 7 في شهر 1. اسمعنا بس يا استاذ محمد عشان عايز اسالك على حاجه. اشهر على ان يتم استلام العمل في شهر 1/7 القادم. طيب ممكن بشكل مؤسسي وواضح ومعلن. طيب استاذ محمد عايز اسالك على حاجه بس، هل مش مفروض ان يكون من اهم مزايا المتقدم لهذه الوظائف انه يكون مارس هذا العمل بالفعل ورؤسائه قايلين فيه كلام كويس بالتعاقد؟ اللي هم المدرسين بالحصه، اللي هم المدرسين المتعاقدين اللي بياخدوا ملايين دول. احيل حضرتك هنا قانون الخدمه المدنيه اللي نظم الالتحاق بالمسابقات، قال لك ان تكون تقديم للمسابقه يتم التقديم للمسابقه ثم بعدين ندخل اختبارات. بعد كده الاختبارات يكون عندي اعلى تقدير، الاحدث تخرجا، الاكثر تقديرا، والاعلى حصولا على شهاده علميه. يعني اللي معاه ماجستير له اولويه عن اللي معاه بكالوريوس، اللي معاه بكالوريوس امتياز ب 95% له اولويه عن اللي معاه بكالوريوس امتياز ب 94%. انا النهارده لو جاب امتياز 95% وخدوا الامتياز 94% هروح في محكمه القضاء الاداري في 10 دقائق هبطل المسابقه كلها زي ما حصل في مسابقه النيابه الاداريه مرتين، انه تم ابطال نتيجتها عشان هنا معايير الاختيار واضحه ومعلنه. فانا النهارده بشوف الاسماء اللي تم اختيارها متعلقه على الحصه في الهيئه الاداريه او معلنه في الموقع الالكتروني، بقول ده فلان الفلاني ده جايب تقدير اقل مني، اصل طيب. محكمه القضاء الاداري اطعم وابطل المسابقه كلها. وده حصل مع مسابقه النيابه الاداريه 3 مرات مش مره ولا اثنين. طيب انا بشكرك استاذ محمد، بشكرك استاذ محمد سامي رئيس قسم الاخبار بوكاله اونا، لان كده ما فاضليش غير دقائق قليله الحق اسال بس في موضوع تاني، موضوع السودان. دلوقتي الرئيس السوداني قرر تخصيص جزيره سواكن اللي واقعه في البحر الاحمر شرق السودان لتركيا لتتولى اعاده تاهيلها وادارتها لفتره زمنيه لم يحددها، وفي الوقت اللي هتعمل فيها قاعده عسكريه، هتعمل فيها قاعده عسكريه في الوقت اللي هو بيدعي ان حلايب وشلاتين مصر محتلاها. ده هو إيه؟ ما هو بيلعبك بكده. تفسيره ايه بقى ده؟ ما حضرتك انت حضرتك ربطته بشكل يعني سؤالك فيه يعني بيحمل فيه ثناياه الاجابه. اتفضل. انك ربطت ما بين ادعاءات الرئيس الاخواني اللي هو بيأوي عنده عناصر تعد بالالاف من الاخوان الهاربين من الاحكام والمطلوبين للعداله بيقويهم عنده، وتصريحاته المعاديه لمصر المتكرره. طبعا. ووعوده في موضوع سد النهضه، ووعوده الكاذبه في سد النهضه. وعد كتير بقى لنا سنه ونص دلوقتي على كتير. امل ان احنا وهو بيعمل كده عشان السد يتبني، وكذب كتير. بل مش كده بس، ده هو كمان بيأثر على الدول الاخرى زي اوغندا وغيره، ان كل الدول دي تدعم موقف الاثيوبي، رغم ان اثيوبيا دلوقتي حتى وعود اثيوبيا نفسها دلوقتي برضو اعتدنا منهم الاكاذيب، واعتدنا منهم ان هم يقولوا كلام ويعملوا
اللي في دماغهم. يا فندم المسألة محتاجة وقفة خشنة مع دولة أثيوبيا، لأن إحنا بتكلم على السودان دلوقتي، يعني السودان دلوقتي السودان دي لأثيوبيا خلاص. مصر دايما بتتكلم على إنها الشقيقة والأخ الجغرافية. حسن البشير أولا ينتمي للتنظيم الدولي للإخوان، عمر حسن البشير ينتمي إلى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، يأوي عنده آلاف العناصر من الإخوان المسلمين، يأوي عنده مطلوبين للقضاء المصري، وبالرغم من كده قال تصريحات عدائية ضد مصر فيما مش بس في ملف حلايب وشلاتين، لا ده قال قبل كده أن مصر بتغذي الحركات المقاومة ضدهم، يحمل كمية أحقاد تجاه مصر غير مبررة. أيوه. الوحيد اللي كان بيعرف يلجمه ويوقفه عند حدوده رغم تحفظنا او اي حاجه وكان حسني مبارك، لكن عمر حسن البشير ما دام موجود رئيسا للسودان فانا لن اثق كثيرا لا في مواقف السودان ولا في وعود القياده السودانيه فيما يتعلق في ملف سد النهضه بالذات، لانه رايح يجيب لك اعدى اعدائك الاتراك عشان يعمل لهم قاعده عسكريه في منطقه حيويه وفي المنطقه الحيويه دي البحر الاحمر بالظبط، في البحر الاحمر يعني بيلعبك في منطقه نفوذ طبيعيه. ما بيرد بقى على تيران وصنافير، مش هو بعت الامم المتحده قال لهم انا مش معترف باتفاقيه الحدود بتاعه مصر والسعوديه، هو بيرد على تيران وصنافير، هو مجرم دولي ومطلوب للمحكمه الدوليه للمحكمه الجنائيه الدوليه. هو ده الراجل ده المفروض لما يجي مصر هنا يتم القبض لما يخرج من السودان لما يخرج من السودان ويروح اي بلد يتم القبض عليه وتسليمه للمحكمه الجنائيه الدوليه، ده مصنف بحكم محكمه دوليه كبيره انه مجرم حرب. صحيح. بشكرك، ارتكب جرائم اباده ضد الانسانيه. بشكرك. انت ازاي تراهن على راجل من النوع ده؟ صحيح. بشكرك جدا، شكرا جزيلا مشاهدينا، استاذ نبيل شرف الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، بشكر حضراتكم وان شاء الله نشوفكم على خير بكره في النور. الحقيقة تبان.